السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا وقبل كل شيء أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء الطيب في هذه الحفلة الميمونة. أحبابي في الله، أريد أن أشاطر معكم بعض الكلمات حول الموضوع كيف نحل المشكلات التلوث البيئي. أحبابي في الله، نعيش في عصر يتطلب منا التفكير بجدية في حماية البيئة ومكافحة تلوثها. إن التلوث البيئي يشكل تحديدا حقيقيا لصحتنا وحياتنا، وبالتالي فإن حل هذه المشكلة يتطلب جهودا مشتركا من جميع الأطراف. أول خطوة يجب اتخاذها هي زيادة التوعية والتثقيف بشأن أهمية حماية البيئة وتأثير التلوث على صحتنا وحياتنا. يجب أن نعمل على تعزيز هذه الوعي لدى الأفراد والمجتمعات من خلال حملات إعلامية وتثقيفية في المدارس ووسائل الإعلام. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نشجع استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والماء بدلا من وقود الأحفور. يمكن أن تلعب الحكومات دورا هاما في تشجيع استخدام الطاقة المتجددة من خلال التوفير حوافز مالية وتشريعات تشجيعية. كما يجب أن نعمل على تشجيع عمليات إعادة التدوير وإعادة التصنيع لتقليل كمية النفاية التي تنتجها المجتمع. يمكن أن نحقق ذلك من خلال توفير بنية التحتية للتدوير وتوعية الناس بأهمية إعادة التدوير واستخدام المبادئ المعادة تدويرها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نقلل من استخدام المواد الضارة والسامة في الصناعات والمنتجات. يمكن أن نحقق ذلك من خلال تشريعات بيئية صارمة وتشجيع استخدام المواد البديلة الأكثر صديقة للبيئة. وبالطبع، يجب أن نلي سياسة صارمة للحد من التلوث المائي والهوائي من خلال تنظيم الصناعات وتحسين النظام إدارات النفاية وتطبيق أفضل التقنيات المتاحة. علاوة على ذلك، يجب أن نعمل على حماية المساحة الطبيعية مثل الغابات والبحيرات والأنهار والمحميات الطبيعية. يمكن أن نحقق ذلك من خلال إقرار قوانين حماية البيئة وتوفير التمويل اللازم للحفاظ على هذه المناطق. ومن الأحاديث الواردة في المحافظة على البيئة من التلوث ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ومعلوم أن الغطاء الأخضر للأرض يقلل من نسبة التلوث. ولا يمكننا أن ننسى أهمية التعاون الدولي في مجال حماية البيئة. يجب أن نعمل سويا كدول لتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير حلول مشتركة. إن حل مشكلة التلوث البيئي يتطلب جهودا مشتركا من جميع الأطراف. يجب أن نعمل جميعا معا للحفاظ على كوكبنا وتحسين جودة حياتنا وصحتنا. لا يمكننا تجاهل هذه المشكلة العالمية، وعلينا أن نتحرك الآن قبل فوات الأوان. وأختتم كلامي: جعلنا الله سبحانه وتعالى من الفائزين في الدارين. ولا أريد إطالة الكلام، إلى اللقاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.